وضاد سريع ما كانش انطلاقه اللاعب والحاج وخطا خطا بالجانب يستحق عليه انذار. كنظن الانذار اللي ما عنده اللاعب بلارغول اللي ارتكب خطا بل ورقه حمراء الورقه حمراء اذا مباشره. كنظن انه كان شويه مبالغ الحارية الحكم السيد الهراوي. نشاهدوا ربما كانت اللي شاهدنا انه كان فيها نوع من العنف كان يستحق ورقه حمراء. شاهدنا باعاده كنظن بانه اللاعب لارغو كما لو كان متعمدا ان يصيب كان يسبب كسر ديال اللاعب. اذا بالاعاده شاهدنا انه كان لم يكن